ريان، هلأ رح نعيش مشان سعادتنا وبس، أنا وإنتي لحالنا. رح نبني عالمنا الصغير، ما يكون في غير اتنيناتنا. أنا رضيان بنصيبي وماني طمعان بالأكتر. بكفي إني أكون معك. إذا كنا سوا ما بدي شيء تاني. رح نقدر نساويها. رح نروح من هون ورح نأسس حياة ما يكون فيها غير أنا وأنت. شو رأيك؟ ها؟ هاد ما له خيار. نحن مجبورين، مجبورين إنه نبعد عن ستي وإنه نروح ونتركها ورانا، مجبورين. بس هاد أحلى شي صار بحياتي، لأنه ستي كانت عم تحاول تخليني أخذ بتارة، وأنا ما رح أسمح بهالشي. وإذا نحن ما كنا هون فساعتها ما بتقدر تسحبنا على أي فخ، وما رح نسمح لها. أكيد ما رح نسمح لها، ما رح نسمح لها بهالشي. الحمد لله ما رح تقدر تعملها. طيب قدرت تشوفها لستك؟ أو حكيت معها شي؟ لا. أوف، ما قدرت. ستي تغيرت كتير بعد موت إليف، ما عم تحكي مع حدا، وأغلب الأوقات ما بتطلع من غرفتها. بس بوعدك اني رح احكي معها اليوم. رح وقف قدامها ورح اقلها انه بدنا نروح من هون مشان نعيش حياتنا. شو صار؟ ليش انرسم الحزن على وشك فجأة؟ لا تشغلي بالك، ما رح تقدر تغير لي رأيي. انا وانتي اخذنا قرارنا، وما رح نسمح لأي حدا يوقف بوجنا. بعرف نحن أخذنا هالقرار ورح نأسس حياة جديدة ونعيش مثل ما بدنا، بس في إحساس جواتي، يا ترى يلي عم نساوي صح؟ هذا هو الصح يا ريان. أنا ما فيني بعيد عنك وما بدي أجل حياتي معك. بعدين لو إليف كانت عايشة لتمنت هذا الشيء كمان، إنه نأسس عالمنا ونعيش مع بعض سوا بالحياة اللي منحلم فيها.